السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. عندنا المضخة الإيطالية هذه نوعها ممتاز وعملية، لكن بين فترة والثانية تتفاجأ أنه الراس تبعها ما بدأ يرش رذاذ. فلما تروح للسوق، طبعا هذا الراس تبع المضخة، لما تروح السوق تبغى راس ثاني زي هذا، لأنه المشكلة دائما في هذا الراس ما راح تلقاه. راح تأخذ من المحلات قطعة كاملة زي هذا، شايفين ذراع كاملة وماسورة، وأيضا مع القطعة هذه اللي لافة اللي هي هذه موجودة هنا فوق، راح تأخذها ب25 ريال. اللي احنا نبغى نعرفه، ليش الرأس هذا ما بدأ يرش بشكل جيد؟ أخذنا الغطاء الأول هذا القديم تبع المضخة، وهذا الجديد اللي أنا اشتريته وحطيت عليه لون ذهبي هنا علشان يعني ما أخلط بينهم. حقيقة أنا جربت الجديد، طلع الجديد هذا ممتاز، والقديم برضو لازال على وضعه، فحبيت أنه أنا أكتشف في المسألة، فحطيته تحت البروجيكتور. شوفوا يا أخوان، هذه الفتحة اللي راح يطلع منها الماء، شوفون الكسور اللي هنا، طبعا هذه تؤثر على انسيابية خروج الماء. أيضا لاحظت أنه كان موجود رقم صفر، شايفين رقم صفر هنا على القطعة. طبعا راح أحرك لكم القطعة، شايفينها كيف، يعني يبدو مع استمرار العمل عليها بكثرة صار فيها التصدعات هذه. الآن راح نغير القطعة هذه وراح نحط القطعة الجديدة. القطعة الجديدة سبحان الله لقيت فيها رقم واحد، ما أدري شو المقصد يعني، و يعني طلعت أيضا سليمة. ركبناها الآن، شايفين كيف. الآن راح ندور القطعة، شايفين قاعدتها المينة تبعها سليم، ما في أي تعرجات، شوفوا عليها رقم واحد، شايفين المينة سليم جدا. وهذه اللي ممكن أحيانا تعمل لك مشاكل، لذلك أنت تروح للمحلات وتشتري قطعة كاملة زي هذه ب25 ريال سعرها، وللأسف احنا نحتاج هذه، لكن ربما نشوف لها علاج. اعتقد انه هذه ممكن لها تحك من الداخل، يعني تعمل لها صنفرة وتشوف لها طريقة، خصوصا اذا ما كانت مكسورة من هنا، وانا ضغط عليها الان بقوة ثابتة هي، يعني اعتقد لو حكيتها من الداخل وصنفرتها من الداخل ربما تستقيم معنا. يمكن أجرب هذا العمل وأشوفه مستقبلا، لكن هذه اللي طلع معي اليوم، حبيت أنه أنا أفيد نفسي وأفيدكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.